هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي والزمالك واللي انتهت بفوز نادي الزمالك على النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف. المباراة كان فيها كتير جدا من الأخطاء بخصوص فرقة النادي الأهلي اللي تعتبر داخلة على مباراة هامة جدا، نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الوداد المغربي، يعني لازم تكون ظاهرة بشكل أفضل من الشكل الحالي اللي هي ظهرت عليه في المباراة بتاع النهاردة. ولكن هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا وهي أخطاء المدير الفني، أخطاء ريني فايلر. زي ما أشدنا بريني فايلر في الفترة الأخيرة أو أشدنا به في أوقات كتيرة جدا من مسابقات الدوري العام أو دوري أبطال أفريقيا أو الطريقة اللي هو بيلعب بيها في النادي الأهلي والتطوير الهجومي بشكل كبير جدا في هجوم النادي الأهلي، ومع مراعاة أن في بعض اللاعبين غير جاهزين أو في بعض الإصابات أو الراحلين عن فرقة النادي الأهلي، مش هنقول أن ده السبب الرئيسي في أن النادي الأهلي يقدم المستوى اللي قدمه قصاد نادي الزمالك وفي المباريات اللي سبقت مباريات نادي الزمالك في الدوري. لكن كان في غلطات كبيرة جدا للمدير الفني للنادي الأهلي ريني فايلر في التشكيل اللي بدأ به المباراة أو حتى على مستوى توظيف اللاعبين أو البدلاء التبديلات اللي هو عملها أثناء سير المباراة، وده اللي وضح جدا في إدارته للمباراة بشكل مختلف جدا عن العقلية اللي تصرف بيها كارتيرون باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، اللي ظهر ان هو فاهم طريقة لعب النادي الاهلي او طريقة لعب فرقة النادي الاهلي وقدر يتغلب في الشكل الخططي وتوظيف اللاعبين داخل الملعب لفرقة نادي الزمالك، وقدر ان هو يتفوق على النادي الاهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف. خلينا نتكلم عن نادي الاهلي وعن الاخطاء اللي كانت موجودة في المباراة النهاردة، وهي ان ريني فايلر نزل بتشكيل من بداية المباراة، التشكيل ما كانش مناسب لمباراة القمة، ما كانش مناسب لمواجهة الزمالك، انت بتلاعب المنافس التقليدي للنادي الاهلي. كان هو من وجهة نظري ان هو حب ان هو يخلي دكة النادي الاهلي اتقل من ان هي مثلا يكون مفيش حلول او يكون مفيش لاعبين يقدر يعتمد عليهم في الشوط الثاني او يعتمد عليهم في التغييرات في ظل وجود خمس تغييرات بيتيحهم الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد قصة كورونا وبعد رجوع الدوريات العالمية انها تبتدي تشتغل من اول وجديد ويبتدي النشاط الرياضي يرجع. قرر الاتحاد الدولي الالتزام بخمس تبديلات في الموسم حتى نهاية الموسم الحالي بسبب التخفيف على اللاعبين او عدم الاحتكاك اللاعبين اكتر من اللازم بينهم من بعض، وبالتالي يقلل من قدرة الفيروس على ان هو ينتشر في الملاعب العالمية. ولكن فايلر في النقطة دي حب ان هو يوفر بدلة على دكة بدلاء النادي الاهلي، لكن هو ما قدرش يوظف اللعيبة اللي نزلت في بداية المباراة او حتى البدلاء بشكل صحيح. يعني مثلا عندنا حالة زي حالة عمرو السولية. عمرو السولية ريني فايلر كان بيتعامل مع عمرو السولية او كان موظف عمرو السولية داخل الملعب على ان هو يؤدي الدور بتاع محمد مجدي قفشه، وده اللي ما يصلحش، لان عمرو السوليه ما بيقدرش ان هو يقدم الدور ده، ما بيقدرش ان هو يلعب صانع العاب، ما بيقدرش يؤدي دور محمد مجدي قفشه ان هو يستلم ويسلم ويبقى عنده رؤيه في الملعب ان هو يقدر يستلم ويلعب اوفر بعيد، يقدر يطلع المهاجم انفراد او يقدر ان هو يشغل الجبهة الهجومية. وبالتالي ريني فايلر بعد ما اعتمد على عمرو السولية ان هو يلعب في مكان محمد مجدي قفشة، نقل محمد مجدي قفشة لمكان الجناح الايسر، وده اللي ما بيقدرش يقديه محمد مجدي قفشة، لان محمد مجدي قفشة مركزه مش جناح. زي ما احنا شفنا ريني فايلر حب ان هو يغير التشكيل في الماتشين اللي فاتوا، حب ان هو يجرب قصة ان هو يحط محمد مجدي قفشه يلعبه كجناح عشان يعوض النقص العددي في مركز الجناح اللي بيواجهه النادي الاهلي في الفتره الحاليه، ولكن ما كانش موفق او ما قدرش ان هو يؤدي المطلوب منه، واظهر في فترات كتيره جدا ان محمد مجدي قفشه بيقدر يقدم بشكل افضل وبشكل كبير جدا في المكان المعتاد اللي هو رقم 10 تحت رؤوس الحربه في مركز صانع الالعاب. لكن عمرو السوليه المكان اللي هو برع فيه او المكان اللي هو بيقدم فيه مستويات كبيره جدا اللي هو بيلعب بوكس تو بوكس في خط النص ارتكاز، يعني يقدر ان هو يلعب جنب ديانج في خط النص كارتكاز او جنب حمدي فتحي بيأدي نفس الدور
في المكان ده يعتبر هو المكان بتاع عمرو السوليه، فبالتالي ما ينفعش ان انا انقله انقل لاعب ارتكاز اخليه يؤدي دور صانع العاب ويلعب رقم 10 تحت المهاجمين، وده اللي ظهر عمرو السوليه بيه النهارده ان هو ما قدرش يؤدي المطلوب منه، وبالتالي حصل دربكه او حصل لخبطه في خط نص النادي الاهلي، وما كانش فيه اللاعب اللي يقدر يربط خط النص بالهجوم، لان عمرو السوليه ما يقدرش يؤدي الدور ده، ما يقدرش ان هو يعمل حلقه الوصل ما بين الهجوم وخط الوسط، ويقدر ان هو يحرك الملعب بنقله، او يقدر ان هو يحط ثرو يطلع المهاجم انفراد، او يعمل او يصنع فرصه خطر. برضو كان في اخطاء على المستوى الدفاعي. ريني فايلر كان عنده رامي ربيعه جاهز على دكه البدلاء، وبرضو في نفس الوقت اعتمد على ايمن اشرف بجانب ياسر ابراهيم في خط الخلفي في نقطتين التمركز بتوع الدفاع، وده اللي ظهر بشكل كبير جدا ان ايمن اشرف مش قادر يوقف خطوره مصطفى محمد، او مش قادر يربط مع ياسر ابراهيم، لان مفيش تفاهم ما بينهم هما الاثنين، وده اللي تسبب في الهدف الثاني لنادي الزمالك لما استلم مصطفى محمد في كره مشتركه مع ياسر ابراهيم ولف جسمه وسدد على محمد الشناوي. كان لازم يكون فيه اللعيب الثاني الارتكاز ايمن اشرف يكون متواجد في منطقه الجزاء عشان يقفل على المهاجم، وده اللي ما تمش، لان ايمن اشرف كان بيعتمد على التواجد الدفاعي للعيبه خط النص، ان لعيبه خط النص بترجع تغطي بعد ما هو يتقدم للامام في اي كوره، لعيبه خط الوسط تبتدي انها ترجع للخلف وتغطي مكانه في الدفاع، وده اللي ما حصلش، لان ريني فايلر مع انه بيلعب في بثلاث لعيبه ارتكاز في خط النص، كان مدي تعليمات للعيبه خط النص في النادي الاهلي ان هم يزيدوا في الهجوم لكن ما يزيدوش في الدفاع، ويبتدوا ان هم يلعبوا على الهجمه المرتده، حاله هجوم نادي الزمالك وقطع الكوره وارتدادها للعيبه النادي الاهلي، فبالتالي لعيبه النادي الاهلي تبتدي انها تنفذ الهجمه المرتده من وضع هجومي من وضع متقدم، وبالتالي توصل لمرمى محمد ابو جبل اسرع بشكل كبير جدا. ولكن اللي غلط فيه ريني فايلر مره تانية ان هو نسي ان حلقه الوصل بتاعه لعيبه النادي الاهلي اللي هي محمد مجدي قفشه ما كانتش موجوده. محمد مجدي قفشه كان بيلعب على الجناح، فبالتالي محمد مجدي قفشه ما يمتلكش سرعات يقدر ان هو يراوغ على الجناح، هو وظيفته ان هو يلعب لعيب رقم 10 يقدر يعمل حلقه وصل ما بين خط النص وما بين الهجوم. نزول مروان محسن كان تغيير غير موفق، زي ما احنا عارفين بعد ما النتيجه كانت تعادل 1-1 نادي الزمالك ابتدى يمسك خط الوسط، لان حصل تبديل من باتريس كارتيرون على لعيبه نادي الزمالك، وقدر ان هو يمسك خط الوسط ويوزن خط الوسط لنادي الزمالك، فبالتالي انا كنت لازم ازود لعيب في خط الوسط، واللعيب اللي كان المفروض يزيد في خط الوسط ما كانش ينفع باي حال بالاحوال يكون احمد فتحي، لان احمد فتحي بعيد عن المباريات بقاله فتره طويله جدا وما بيلعبش بشكل اساسي، فبالتالي مش هيقدر ان هو يؤدي حته الجوكر اللي احنا عارفينها عن احمد فتحي، ويقدر ان هو يلعب في خط الوسط ويزيد في الهجوم، ويقدر ان هو يساعد لعيبه النادي الاهلي من خط الوسط، فبالتالي كان ممكن ان هو يستفيد من اللاعب الشاب عربي بدر المتواجد على مقاعد البدلاء، كان ممكن ينزل يعمل نشاط في خط الوسط، لعيب سريع عنده مجهود عالي بيقدر ان هو يقطع الكوره بشكل كبير جدا، وزي ما احنا عارفين احنا شبهناه في فتره سابقه جدا شبهناه باللاعب حسام غالي، وان هو بيلعب بنفس طريقه حسام غالي. اللعيب ده كان ممكن يفيد النادي الاهلي النهارده في انه يقدر يسيطر على نص الملعب بعد ما النتيجه بقت 1-1، وقدر باتريس كارتيرون ان هو يسيطر على خط الوسط، كان ممكن يستفاد من عربي بدر ويظبط خط الوسط ويفسد التغيير اللي عمله باتريس كارتيرون. لكن ريني فايلر فكر ان هو يلعب باثنين مهاجمين عشان يزيد ضغط على نادي الزمالك، ونسي ان هو يامن الدفاعي، ودي الميزه الثانيه لعربي بدر اللي كان ممكن ينزل ويزيد في الدفاع ويامن دفاع ويغطي على ايمن اشرف في حته ان هو مش قادر ان هو يغطي او يعمل عمليه ربط مع ياسر ابراهيم. الغلطه الثانيه اللي ارتكبها ريني فايلر بان هو ما بداش بجيراردو. جيراردو بعد ما نزل عمل نشاط في الجبل اللي هو نزل فيها، ودي الغلطة الأخيرة اللي ارتكبها ريني فايلر بأنه لاعب جيرالدو في مكان مش مكانه، هو بيلعب ناحية الشمال، بيلعب جناح ناحية الشمال، ودي آخر غلطة ارتكبها ريني فايلر، وبالتالي جميع الغلطات دي أدت لخسارة النادي الأهلي المباراة وفوز مستحق لنادي الزمالك بسبب أخطاء ريني فايلر مش بسبب التفوق الفني أو العدد.